لا وحنا ما عندناش مدخول وحنا خدامين مع القهاوي. حنا والله العظيم تلاقينا مع واحد مسؤول قال لك التعاونيه ديالكم محبوسه، علاش كتعاملوا مع القهاوي؟ واش كتستودوا قهوه من البرازيل وكتصدروا لهم؟ قال لي لا، حنا كان الحليب والمشتقات ديالو كندفعوه للحوانت وربما شي قهوه. تفاجئ قال لك ولكن القهاوي راه خدموا، راه القهوه خدموا في قال القهوه راه خدموا في 26 ساعة، ومع ذلك المقاوله ديال المحلات قال لك هادو ماشي عينهم في القهاوي، هادو اصلا ما بغاوش يخدموا. وبالفعل حيت هما كيقولوا على حساب ما اقاويل كتقلب وما بغاو يتشردوا العمال، بغاو يتشردوا يعني يعني تواصلنا مع جميع الجهات، ما كاين حتى شي تدخل من شي جهه، والله العظيم ما كاين حتى شي تدخل من شي جهه ولا شي واحد شي مسؤول جا وقف علينا مالكم ولا كان شي حاجه تدخل حبي لتسويه الوضعيه ديال العمال، ما كاين حتى حاجه. الان كان عندنا لقاء في اللجنه الاقليميه اللي هي بقات كيتجرجروا، اليوم المكتب النقابي كيتحاور على اجل هاد 290 عامل الا الكاتب العام، لانه ما معاش المكتب النقابي كاين الاعضاء، المكاتب العام مع الاداره مليون في المية جراتو الاداره تعامل مع الاداره، المكتب النقابي الاعضاء الوحيد اللي واقف مع العمال. وفي اللجنه الاقليميه ربما قال لي شنو الحل، ما قاوش حل عاوتاني اليوم. حنا اليوم في شهر 9/17، المقاولة ديالنا ما فتحتش العمل ديالها، ما داروش معنا شي صيغة كيفاش غنستافدوا من الفلوس من الخلاص ديالنا 6 أشهر، تسويت الوضعية ديالنا مع الضمان الاجتماعي الآن يساعدوا 3 الوليدات، إلا كان غيتخلصي ياخذوا عليهم 900 درهم، تحبست، ما كاينش تعويضات عن المرض، يعني حنا بحال الموقف يعني ما خدامين ما والو، ما كاين حتى شي حاجة. تبارك الله عليك، عطيت شي واحد آخر تفضل. كنطالبوا ماشي كنطالبوا المحاسبة ديال الناس هادو، لأن جمعية أنا ما كنفهمش علاش كاين شي رئيس شي جمعية كيجي لها التعاونية ما بغيش تخدم من الأول ما تجيش. أنا كنعرف رئيس ديال جمعية بغيت تخدم واحد الشركة ولا تعاونية خاصك تجمع معاك الفلوس، لأن خاصك تخدم ما تجيبش حاجة جديدة، ما جاب لنا لا والو لا جديد لا والو، عندنا ماتريال قديم ولومبالاج قديم باش كنا خدامين. ربما كيبان لي واحد تقاضى لومبالاج حبس، هو حبس ما بغاش يخلص من جيبه، بغا يفك الرئيس السابق. خاجي تفضل اخويا. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي مرة أخرى واحتجاج آخر في زمن كورونا، أكيد كلنا ذكرنا هاد الناس هادو اللي كانوا قاموا باحتجاج في أوائل أيام كورونا، الناس اللي كينتميو لتعاونية الحليب، اليوم تقريبا 290 عامل اللي أوقفوا عن عملهم، تقريبا نقدروا نقولوا أنه طرد تعسفي في 6 أشهر بدون مستحقات، 6 أشهر بدون ما ياخذوا ولو درهم واحد، 290 عائلة تشردات، أسباب غير واضحة وغير مفهومة ولا حياة لمن تنادي. حاولوا أنهم يتواصلوا لا مع مفتشية الشغل ولا مع النقابة ولا مع المسؤولين، ولكن للأسف الشديد حسب تصريحهم حتى شي واحد ما تصنت لهم، حتى شي واحد ما قدر لهم أذان صاغية. كاين فيهم اللي حياته تدمرات، كاين فيهم اللي حياته تشتات، كاين فيهم اللي طلق مراته وشرد وليداته بسبب أنه ما بقاش لقى باش يعطيهم ما ياكلوا. جاء عيد الأضحى وبقوا بلا عيد، جاء رمضان وأيضا نفس الشيء، كنتمنوا أنها تدار لهم حلول لا ليهم لا الباقي العمال بالمملكة المغربية. والحمد لله احنا في دولة الحق والقانون، واكيد اي واحد كيطالب حقه غادي ياخذه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هاكا سي الدراري التعاونية الحليب الممتاز. هنا النهار دا كوفيد دا المشكل ديالنا، هاكا ودي غادي نجلسو والمسقطة ديالكم راه عطيوها لكم. حنا جلسنا ما خدامنا المسقطات ما بقاو وصلنا لا سينيسات، تنبقوا الليبان كاع الليبان اللي مشينا لهم تنبقوا لهم ما كاين حتى واحد. ما استفدتوش نتوما من لاسينيسيس؟ ما استفدت لاسينيسيس ما استفدتش. علاش ما استفدتوش من لاسينيسيس؟ ما خلصيش هما لاسينيسيس باش نخلصونا حنا لاسينيسيس. ما استفدتوش من صندوق الكوفيد؟ لا هو استفدنا 1000 درهم اللي خدينا 1000 درهم الاولى. يعني هاد 6 شهور استفدتوا 1000 درهم؟ 1000 درهم اللي خدينا ديال شهر 3، من بعد ما استفدنا من حتى شي حاجه، حتى فلوس الدراري حتى شفنا ما استفدناش منها. وقفوهم قلنا لهم علاش قالوا لنا الناس انا ما خلصتكم لاسينيسيس باش تخلصوا نتوما على الاولاد. وانا اختي اول حاجه انا طلقت باش الاخوان اش تجمعوا هنا باش تخدموا ولا عندو شي حاجه من الخدمه. انا وعدت ربي مطلق عندي النية ما بقيتش حتى وليداتي. علاش طلقتي؟ واش الضغوطات؟ واش حيت ما عندك؟ يعني ما بقيتش ما نخلصهم، وقفت من الخدمه، الخدمه ما خلصتناش، الكوفيد ما خلصناش، الله يحسن العوان. يعني شحال من واحد يعني فما تجي تهضر مع واحد يصيفطوا واحد من واحد لواحد، يعني اللهم ان هذا منكر. هاد الناس كاملين راه تعداو علينا وماشي انا واحد منهم. شحال من واحد طلق مرسو، شحال من واحد خرج من الكرا دار الكرا، شحال من واحد. انا دار دابا 12 عام وبحال ما دار حتى حاجه، وفي الاخر بغيت تهضر معاه ما تيبغوش يقولوا معاه، حتى
حتى حوار ما تيشوفوش فيك. حتى الاداره ما تهضرش معاك. شنو كطالبوا؟ شنو كطالبوا؟ كطالبوا اختي بالحقوق ديالنا. بغينا اختي رزقنا. ما طالبين حتى شي حاجه اخرى، بغينا نخدموا. حبسوا الشاويه، حبسوا كل شيء. وتا واحد ما باغي يدوي معاك. شنو تيقول لكم مفتي الشغل؟ ما حتى واحد ما بقاش يدوي معاك، حتى واحد. ما كاينش معاه من الدول اللي تبغي تنق عليه ما تيشوف فيك. اذا لي حدود الساعه باقي ما تحاورتوا مع حتى واحد. هاد الساعه. ما كاينش قال شي دوي معاك. قلت لك كاين محاورات ولكن ما كاينش حلول. يعني اللهم انا هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل. ربما واحد التدخل قال ربما واحد الاعضاء ديال مكتب النقابه بغى يوضح واحد الحاجه. قال لك كانت اللجنه الاقليميه قال لك اللجنه الاقليميه ومفتي الشغل ربما خدات واحد الصيغه. قال لك البعض اللي باغي يخدم غادي نشوفوا كيفاش غادي يخدم، واللي باغي يمشي نشوفوا كيفاش. هذه لجنه اقليميه ومفتي الشغل غير كيقول الاداره ما كتقول والو. قال لي ما ودي ما عندنا ما نديروا ليه. هذا اقتراح مقترح ديال عار مقترح من عند مفتي الشغل باش يعطينا الطرد التعسفي. حنا عطينا الطرد التعسفي نمشيو ندعيو هاد الناس هادو. اخص من نقول واحد الحاجه انا مفتشة شغل الاول اللجنه الاقليميه اللي قالت هاد الكلام. الاداره ما قالت حتى شي كلمه. هادو من اعضاء المكتب النقابي بغا يوضح شي حاجه. هذا هو مرحبا به. اجي ودنا بلاتي اخويا ندير لكم الكمام. وفي الاخير وفي الاول مصلحتكم وحده. راه مصلحه راه مصلحه يعني ما كاينش اختلاف. كلكم مضرورين كاملين يعني ما يكونش اختلاف بيناتكم هذا الوقت. خصكم تكونوا متحدين. تفضل اخويا. السلام عليكم. من هذا المنبر ديال شوف تي في كنبغي نقدم تحيه لجميع العمال اللي كما كيكون عندنا شي جمع هنا في اللجنه الاقليميه كيجيو يعازرونا. نقول لك بالنسبه للمشكل اللي عندنا حنا كنعيشوا في التعاونيه بان حنا ملي جات هذه الجائحه في شهر 3 وتفرض بان وجد ذاك البلاغ ديال حال الطوارئ وكنقولوا يعني جميع القطاعات توقف النشاط ديالهم. حتى حنا من القطاعات اللي تضروا من القطاع اللي تضروا في ديك الفتره ديال ثلاث اشهر. ولكن ملي استأنف القطاعات استأنفوا النشاط ديالهم في شهر 6 باش غنرجع لك انا بان حنا ما استفدناش من ذوك المنح اللي خصصهم صندوق الجائحه كوفيد ديال لجنه اليقظه. ما استفدناش من ديك المنح ديال 3 شهور ديال 2000 درهم ديال 4 و5 و6. بقينا كنتسناو بان باش المشغل ديالنا ولا الاداره ديال التعاونيه بان استأنف النشاط. ما عرفناش ما قدوش. واش كانوا كيتسناو بشي دعم من شي جهه ولا من شي جهات معنيه باش تعطيهم شي دعم. لهذا دخلنا في واحد الحاله ديال قولوا تشرد هشاشه فقر الى اخره. يعني جميع الاجراء عاشوا واحد الوضعيه بان كتعرف في رمضان وداز العيد ديال رمضان وجا عيد الاضحى وبعض الناس راه كاين اللي ما خرجوا ما ضحى ما بقاش كيفكر هو في الاضحيه. كيفكر غير في التكاليف. التكاليف ديال اش ديال الكراء الماء والضوء وكيف كنقولوا الصيف. ما بالك بالناس. كاين بعض الناس اللي مزوجين كاع راه فاصل على الزوجه ديالو. كاين بعض الناس اللي دابا الاجر كاين الزوجه كتعيش مع الاهل ديالها والاجر كيعيش مع الاهل ديالو. يعني هذا واقع معاش كنعيشوه شفناه بعينينا. ولكن زعما الصراحه ولكن حنا الحمد لله بالنضال ديالنا وبالجهود ديالنا جميع العمال كنمشيو كناضلوا على حقنا واجل التعاونيه باش دوك المكتسبات ما يضيعوش لينا. لهذا دازوا عده اجتماعات واليوم داز الاجتماع الاخير لان داز في لجنه الاقليميه بان اين واحد الصيغه توافقيه بان تقدر التعاوني غير استأنف النشاط. طلبت من بعد ماشي مهم. واش هادشي اكيد ولا مجرد هادشي اكيد غيكون ولكن غنشوفوا الاجراء ديالنا. ما كاينش شي حاجه اللي ياكيده. سوق ديما الوعود وعود ما كاين حتى حاجه. تكلم تكلم ماشي مشكل. أكيد الله يحسن العون. الناس راها عيات راه 6 أشهر بدون مستحقات بدون عمل. الله يحسن العون. مرحبا. إذا مشاهدي قناة شوف في احتجاج كيقول لك الصيغة التوافقية جاب شي قرار بأنه مكتوب أنني غنخدم ولا ما غنخدمش. حنا كاملين درنا عون قضائي جا عاين المكان جا شاف كل شيء. ما يستحيل أن نخدم. ما كانش شي حاجة قرار شي واحد الصيغة قرار. صح
خلي انا شنو هذا شنو حد